السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بقى روان هترجع تاني من جديد، يعني نركز في الحتة دي ان انا هفضل معاكم كتير في الفترة اللي جاية. وطبعا المنتج اللي انا جايبه النهاردة يعني اللي انا بقدمه النهاردة هي حاجة يعني ممكن نقدر نقول عليها انها بتعمل لمسة جمالية للانسان، خصوصا البنت مثلا بتحب ان يكون مظهرها تمام، مظهرها شيك. من ضمن الحاجات اللي هي محتاجاها ان تكون لون سنانها ابيض، ما يكونش فيه حاجة موجودة فيها تماما، تكون البياض اللي فيها ناصع كده. هو المنتج بقى النهاردة وظيفته ان هو بيعمل كده، اللي هو مبيض الاسنان زي ما شايفينه كده في الفيديو. المبيض ده اولا يعني الاطباء بيستخدموه، فكده مش هيكون فيه ضرر تماما على الاسنان لو البنت بتستخدمه او لو اي حد طبعا، يعني اي حد تاني ممكن بيستخدمه، مفيش طبعا مانع ان يستخدمه. الفكرة اللي بيعملها مبيض الاسنان وايت لايت ان هو بيرسل ضوء ابيض، الضوء دوت بتكون وظيفته ان هو يبيض الاسنان. زي ما قلنا نفس الفكرة اللي بيعملها الاطباء، فكده مفيش قلنا ضرر على الاسنان، يعني تماما بيكون مبيض الاسنان طبي، شكل طبي بنستخدمه في تبييض الاسنان. طبعا هو بيكون معاه جل كمان، ممكن طبعا لما الجل يخلص ممكن بستخدم المعجون الاسنان بتاعي، بس هو معاه جل كمان بقى. يعني هي الفكرة بتاعت زي ما قلنا نقطة بيد الاسنان، لو في مثلا حصل اني انا بشرب قهوة كتير، بشرب مثلا شاي، لو في حد تاني مثلا ممكن لو راجل مثلا بيدخن اوكي، ممكن لو حصل شيخوخة، كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل بقع على الاسنان، بيخلي الاسنان كده مش دوت اللون الطبيعي بتاعها، مش هو دوت اللون الابيض بتاعها. هو ده بقى اللي بيعمله الوايت لايت او مبيض الاسنان، ان هو بيزيل البقع دي. طبعا بستخدمه في البيت، يعني مش محتاجة جلسة بقى، مش محتاجة كده، لا انا بستخدمه في البيت، فكده بيكون تماما اكني بدل ما بروح بقى لحد علشان او مثلا للدكتور علشان بيشل الطبقة اللي اتكونت زي ما قلنا من التدخين مثلا او القهوة او الشاي او الشيخوخة، بيشل الطبقة دي، لا انا وانا في البيت بعمل الجلسة علشان تبتدي ان هي تبيض الاسنان من جديد، تشيل الطبقة اللي اتكونت وترجع لي الاسنان تماما بيضة من اول وجديد. دوت مبيض الاسنان، حاجة ممتازة لابعد الحدود، حاجة تخلي كده المظهر تمام، يعني ما حصلش فيه شيخوخة، اكني مش متعودة ان انا اشرب شاي، اكني ما فيش قهوة بشربها، اكني لو انا مثلا لو في حد بيدخن، لا اكني ما فيش تدخين حصل، يعني هو ما عملش يعني ما شربش دخان، لا تماما ما حصلش ان هو يشرب دخان، لا تمام الاسنان رجعت من تاني بيضة بالشكل دوت. انا عارفة ان هو يعني الحلقة بسيطة، بس فعلا المعلومات اللي فيها قيمة لأبعد الحدود، ان انا بوضح المبيض الاسنان بشكل دوت. لو في حاجة برضو، لو في حاجة مش واضحة في الشرح، ممكن السؤال دوت يتساب لي تعليق اكيد بيترد عليه. كمان اللي حابه تطلبه او اللي حابب يطلبه بيتصل بينا على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، وكمان لو كان من خارج مصر بيكون 002-011-54-37-6696، وهو نفس الرقم بتاع الواتس، ممكن يرسلنا على الواتس على نفس الرقم دوت، واكيد هتشوفوني قريب في منتج جديد. مع السلامه.